هاد الفيديو على الباك وعارف راسي تعطلت عليكم تعمدت نخليها على هاد الوقيته فهاد المده جيت لقيت كل شيء تيفرز الهرمونات المغرب كامل كيفرز الهرمونات هالتوتر هالقلق هالخوف والقضيه راها ساهله غتحل عينيك غتمشي تدوز غتلقى الباك ساهل ماهل وغادي يعجبك الحال وتجاوب علاش حتى واحد ما كيزعم يقول هاد الهضره هادي والله حتى كنت محتاج انا في الوقيته اللي كنت غادي ندوز الباك ومن اللي لاقاك ربي بهذا الفيديو ما ترفد هم ودابا الباك راه غير لقطه من لقطات حياتك علاش محبس الفرحه على قبلها علاش وذوقني دابا اسمع هذه الهضره اللي نقول لك الا ما كنتيش داير في بالك باللي راك ديجا فرحان ما عمرك ما غتفرح وهذا بطبيعه الحال ماشي كلامي هذا الكلام ديال واحد العالم ديال النفس مشهور ويليام جيمس الاختصار المفيد خاصك دير في عقلك باللي راك ديجا فرحان ماشي حتى تمشي وتدوز الباك وتجيب النقطه وتنجح عاد راك غتفرح حيت نهار الامتحان غتحل عينيك غتمشي تدوز غتلقى الباك ساهل ماهل وغادي يعجبك الحال وتجاوب كومونتي بهذه الجمله هذه ماشي لا مبالاه حتى انا راني بشر وتنفرز هرمونات بحالك والسر في هذا الشيء كامل هو القناعات داكشي علاش قلت لك كومونتي بديك الجمله باش تكون معايا قناعه تعويده سحريه مصوبها على يدي خاصك غير تكومونتي بها وتعاودها مع نفسك النفسيه ديالك صديقي جايه من القناعات واحد دابا راه مقتنع باللي الباك ساهل وغيدوز بخير وصافا وواحد راه مقتنع باللي راه يقدر تحت صعيب يقدر يوقع شي بلان انا جايك الهضره شويه بشويه دابا السؤال هو شنو هي الحاجه اللي كتبدل القناعات الايجابيه القرار وهذا ماشي كلامي هذا كلام القائد العظيم ديال انجلترا وستون تشيرشل قال في كل قصه نجاح كاين واحد الشخص تاخذ واحد القرار شجاع الفيلم كامل داير على القرار هو راه اي حاجه كديرها في حياتك بوعي ولا بغير وعي راه كديرها بواحد القرار كيكون قبل منها ديك اللعيبه اللي كتكون قبل من الفعل هذيك هي القرار ايوا خذ لك قرار انت مش انت وانت ما واخدش قرار بدل القناعات ديالك على الامتحان القناعه ايجابيه بحال هذيك اللي صوبت على يدي وقلت لك تكومونتي بها في هذا الفيديو راه غتحل عينيك غتمشي تدوز غتلقى الامتحان ساهل ماهل وغادي يعجبك الحال وتجاوب اهم حاجه هي تشد في هذه القناعه باش نفسيتك تكون مرتاحه ليله الامتحان وفي الامتحان النيت بالمختصر المفيد هذه هي اهم حاجه كنت باغي نقول لك ولكن كاين شي تويشيات اخرين بطبيعه الحال ما يمنعني حتى شي واحد نقولهم لك ولكن دير لايك وبارطاجي مع صحابك هذه القناه قبل الامتحان بليله الا كان فيك التوتر شد شي مخده وبدا تضرب فيها تضرب فيها فكر في اي حاجه خايف منها وبدا تضرب 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 في ديك المخده حتى توصل للنقطه ديال انك فرغتي التوتر هذه واحد التقنيه تيديرها اي بوكسور في العالم البوكسور قبل ما كيكون غادي يدوز شي ماتش ديال البوكس كيكون خايف من هذاك اللي غيتواجه معاه خايف من شلاح حوايج على انه يطيح بالكاو ولا يخسر في الجولة الأولى ولا يخسر عامة يعني يخسر شي هزيمة لا محل لها من الإعراب فباش يحيي التوتر كيشد داك الساك ديال البوكس تيبدا يتخيل داك خونا هو الساك وتيبدا يضرب 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 حتى كيخرج التوتر كامل وتيمشي مستعد نفسيا أنه يدير داك الشيء اللي يرضي الله ورسوله إلا درتي هاد اللعبة مع المخدة عارف باللي راه أي هوايش كانوا فيك واخا ما عرفت كيفاش يكونوا غادي يطيروا واخا يكون فيك الاكتئاب غادي يطير أتنقول لك راه نفسيتك مهمة حاجة أخرى قبل ما تمشي تدوز بنهار ولا يومين تصالح مع أي واحد أنت مخاصم معاه باش يرتاح خاطرك ونفسيتك تكون مستعدة ورد العلاقات تكون زوينة حيت علاقتك بالناس حتى هي كتعكس نفسيتك وكتعكس القناعات ديالك تكون علاقتك بباباك مزيانة وماماك مزيانة وجيرانك صحابك خوتك girlfriend boyfriend مهم تصالح مع كل شيء ما تخاصم مع حتى شي واحد قبل ما تمشي تدوز بالنهار ضرب شي جريه خفيفه ولا طلع تشمش مع راساتك في السطح تاخذ الفيتامين دي اللي غادي يقوي لك العظومه ديالك باش يكونوا واقفين على الصح نهار الامتحان وهكا غادي تكون توب في العقل توب في الجسد توب في العلاقات توب في توب في توب ودابا غنزيدك واحد التقنيه هذه كنديرها انا بوحدي حصريه واحد السر ديالي انا بوحدي ولكن بارطاجي هذا الفيديو انا عارف هذه القناه غتوصل ل 100000 وجايين اعمال كبيره اتوليو تشوفوني صوت وصوره نرجع فين كنا السر انقول لك نهار الامتحان اي ماده دخلتي تدوز فيها
انا اعطيك هاد التقنيه اللي كتزرع فيك الانرجي، كتزرعها في اي انسان، ولكن راه غير انا اللي عارفها بوحدي وانا اللي كنخدمها في هاد العالم بوحدي. المهم انا نعطيها لك دابا. ملي تدخل تدوز في شي ماده، تخيل راسك في الجسد ديال شي عالم مشهور فيها. مثلا دخلتي للفيزيك، تخيل راسك في الجسد والعقل ديال اينشتاين. هاد العباره كتجبد الزيت من المخ، راه كتزيدك واحد الانرجي كبيره. اي معلومه خديتيها من قبل كتفكرها. مثلا في العلوم الطبيعيه تخيل راسك انت هو غريغور مندل، في الايكونومي تخيل راسك انت هو كارل ماركس، وهي غدا عاوتاني وغدا في كل ماده. يعني تخيل راسك في الجسد والعقل ديال داك الهارب سنوات ضوئيه في هذيك الماده. تخيل راسك في العقل والجسد ديالو وحس بالاحساس ديالو، واحد الاحساس واو. مهم هاد العباره كتزيد الانرجي بالجهد، وكنتمنى انك تجيب النقطه اللي باغي تجيبها، وكنتمنى لكم النجاح كاملين. and peace out.